ديمان ديمان هي نعم ماش أحلى عنها، والطاعة الله ماش أحلى عنها. والإنسان طال عمرك أنت ما عليك بغيرك، خلي اللي عنده زين، خلي اللي عنده حقه واللي عندك حقك. أنت ربي عيالك في بيتك، ربي عيالك واحشمهم واحشم يارك، ولا تخلي يوم أنت يارك ناقص في شيء، لا استر يارك. هي نعم يوم أنت ناقص شوف يارك، لا حرمك بتصير بيت يارك وبتشوفهم قصورة ولا شيء زين، ولا تخلي قصورة عليه. لا تلعب، النبي وصلني سابع يار. نعم زين، ولد يارك ولدك ولد تروم تدبه بعد كله. نحن الأول، الأول وين نحن؟ وين عشنا الأول؟ عشنا عند اليران، واليران طال عمرك اليار عند يارة، الأخو عند أخو، والحرمة عند الحرمة، والبنت عند البنت، والولد عند الولد. ديارة ويربي بنت يارة، ويوم بيسافر الرجال مكان ولا شيء يلي البيت، قال لأخوي ترى أنا ساير وهذه العيالي في ذمتك زين. طرش وصار سبعة أيام دبي ولا أبوظبي ولا أي مكان، ويا هذه الجماعة اللي هنا ستروا، وحرمة الرجال هذه توصل لبيتك وتسترك من أي شيء يقصر عليهم. يا الرجال هذاك يوم هي خبرته، قال الرجال ما قصر وحرمته ما قصر واسترتنا، ونحن تسلفنا عندهم كذا كذا زين. وطال حرمة هذا اللي الله كاتب لنا اللي خذته، ودوه الربع هذيلا وانستر ستر. نعم انستر ولا حد في حاجة الحمد لله. اللهم وعشنا عشنا بن ياس يونا بضبي هالبومهير والقبيسات والمحارب وطعم قرميثات وكل العرب كلها كل يجيبون لنا السمات، يجيبون القرفة، يجيبون الحبول، يجيبون المدفع، يجيبون الوحار، يجيبون النيسار، يجيبون الرزيم. شو الرزيم؟ يا سلام نعمة. اللهم لك هذه نعمة. يوم طال عمرك الصبح جابوا لنا صينية ممزورة، وقال ودوها حق هذا النخل، هذا النخل مزارها رطب لهم ولومي تبعها بلومي ولومي. يا سلام والسمن عرف ولا لا، وحطها على راس خوي قال لي وصلها بيت فلان بالفلان. هذا لا في يوم تيهم هناك حطوا لك القهوة فيها، وحطوا العيش، وحطوا السماش، وحطوا سبحان الله سبحان زين. وطرشوه الله والناس الناس يخير والناس يخير، ودي حدها معلقة في اللومية. يا سلام يا سلام. عيشة اللومية، واللومية عندك والهمبا والدخاخة والترنجة يعني شو تبغى، والسفريال والبالينك هذا موجود عندنا في العين. بارك الله فيك، مشكور يا ميب بن دلموت. يعلك تسلم، يعلك تسلم ميب بن دلموت. نعم. الله شكرا جزيلا على الكلام الطيب، لا خلينا منك ولا من رمسك، وكل اللي قالي لي ان سرت العين وما قابلت حميد محمد ترى ابوي عباره سرق قاصر. حميد ريال حشيم وحاشم نفسه، وحاشم البقعه اللي ينزل فيها لا خلينا منك ميلا سنين ننزل فيه حاشمين وحاشمين العالم كله. بارك الله والطيب ما يظهر منه الا طيب. يعني تسلم وسامحونا على اللقاء قصر عنك الشر، ما تسوي لك الخير. طيب هذا الميلس زين، وهذا الباب، هذه البوابه زين، وهذا الميلس. الحين بننزلكم فيديو على بيخص هذا الميلس ويخص هالموقع وهالمكان ونفس البوابة هذه ونفس المدخل، كل هذا اللي تشوفونه الحين بننزلكم فيديو مشابه لكن يختلف عاد الأشخاص والزمان والمكان والوقت، هذا كله الحين بتعرفونه من عقب ما ننزلكم الفيديو هذا إذا الله جعلنا من الحين إن شاء الله. تعشى بسمك مشوي وعيش محمر، بس الدهن الخالدي كان مخلص، عاد انا حطيت له من دهن القلوي.
السلام عليكم. سلام. كيف حالك شامبي؟ الحمد لله. وين؟ موجود. شو تسوي الحين انت؟ الحين؟ الحين انا صبا اعطي ماي هذا خير وكله. هي. خير مكان نزيل. زين. ايه الحين رو اعطي اكل. هي. بعد هذا مينجو هني اشتغل هناك اشتغل هناك اشتغل ليه؟ 11 11 بعد يسلي 12 نص بعد نوم. ايوه. بارك الله فيك ما شاء الله عليك شامبي. شكرا شامبي. شكرا شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والسرور إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين. متوكل بحفظ الله ورعايته إلى مدينة جدة إن شاء الله في المملكة العربية السعودية إن شاء الله. بمسي مساء اليوم وبكرة إن شاء الله راجع بإذن الله. كم ورفيو كم هي ريال؟ 600 ستة. Now both of you. Dwarka and Malhanaya. You know the meaning of Dwarka and Malhanaya? I say to you. Big sheep. 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 The big sheep was very important. Two ships in the Middle East. He, the both of them. They are. They was bringing a lot of money. They are more than oil before. Hey, too much money they are bringing. That's why you are very good girls. Thank you, Habibi. And have a good day. I'm going to Jeddah today. Jeddah? Yes. Safe flight, sir. Wish you the best. Thank you. Okay. Bye-bye. فإن الله راد وقدر إن شاء الله جعلنا الله من الحيين عندي بسير بعتمر إن شاء الله إذا الله راد كل شيء برادة الله. أنا ناوي من خاطر وحرامي شال إنه وياي شال الحرامي وياي إن شاء الله إني بحرم لين بخلص الشغل يمكن الساعة واحدة ولا هنتين في الليل إن شاء الله بطالع لي سيارة تأخذني بوي برسم الخدمة من جدة لين مكة بخطف بوي الميقات وبنوي نية الحرام وركعتين الحرام السنة وبتوكل على الله بطوف وبسعي وبعتمر وبدعي لكم كلكم وبدعي إذا الله راد للي أنا يعزلهم وحتى اللي أنا ما بيعزلهم بدعي من الله أنهم يفهموا أني عدل زين ما زين ويحبوني مثل ما أنا أحبهم حتى أنا اللي يقولون فيي يقول عبد الرحيم فخوانه حتى رابع عبد الرحيم شو قال فخوانه أقولكم حتى اللي يقولون فيي يقول عبد الرحيم فخوانه بدعي أن الله يهديهم ويفهموني ويعرفون انا يوم اقول شو اللي اطري وشو اقصد والعلم الخبر والله اني واضح وضوح الشمس اكل سبحان الله حد يبوكم بعد غير نموني غير نموني شو بعد غير نموني غير نمونه يخلط ابويه ويا الحلوه عدس حد من العرب يوم يبى خلطه ويا الحلوه عدس اي بيرم عليهم الله اكبر الله اكبر يا الله يا رب انك تهديهم وتحفظهم وإني مسامحنهم إني مسامحنهم هذي قالوا هاك يقول كله مسامحنهم من الفرج لي إني مسامحنهم من الفرج لي العرش كلهم وحش بس ماني اللي سامح ولا مسامح يقولنا الله ياجرني كلهم هايين ألي لك 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 ما خلى ولا بقى وشي عدي يذكر مسامحنهم من الفرج لين العرش وبدعي لهم في بيت الله بدعي لهم في بيت الله إن الله يهديهم اللي والغيري يفكون العرب من القال ويقيل وامساة القاصر الشيء اللي مال معنا والشيء اللي يغث الخاطر يغثني ويغث غيري بعد اي نعم الله السلام بس بنربس خلاف اعطيني شرية رمسة ولا شيات طيران طاير بطير ان شاء الله على طيران الاتحاد ذهابا وايابا سيارتي الحين الساعة 11:45 دقيقة الاقلاع الى جدة وييته بكرة ان شاء الله الساعة 3 إذا الله راد إن شاء الله أن بكرة فطوري في بيتي عند عيالي مدينة محمد بن زايد الغالي بقعتي السيرة وسببها وعلمها وخبرها منو بيشارك منو بييلس شو الموضوع هذا كله اليوم الحين وأنا في المطار بعد عليكم هذا الموضوع أبدأ دق الحديد وحامي الحمد لله
إذا الله جعلنا من الحيين إن شاء الله بتكون تغطية مطابخ أكسينة في معرض أكسينة في جدة اليوم إن شاء الله. بيكون موجود فنان الكويت المميز المعروف الله يبارك فيه أبو داود سليمان القصار ونهنا بيل وبيبي عبد المحسن من الكويت وسليمان القصار من الكويت وهشام لدويش من السعودية وخالد الخالدي من عندكم. زين إن شاء الله هالاجتماع بيكون هناك وبيكون الجلسة في معرض أكسينة للمطابخ الألمانية. بيكون مأدبة سحور والطبخ راح يكون في معدات أكسينة للمطابخ واللي بيطبخ سليمان قصار واللي بناكل نحن. شكرا. نرويكم الخصومات اللي مستوي بمناسبة شهر رمضان اللي مسويتنا أكسينة وبنرويكم شو جديد أكسينة، شو الجديد المتوفر عندهم حاليا وشو العروض اللي عندهم، شو أخبارهم، شو كل شيء بنرويكم إياه إن شاء الله إذا الله جعلنا من حقيقة. مرزوق بن سبران كيف حالك؟ بخير عليك بخير. صديق قديم قديم إيه نعم، هذا من اللي تأسست الجوازات على يديهم. هو بن خصيف؟ لا بن خصيف قبلي. قبلك وايد؟ أنا مع محمد بن بدر الهاندلي. أيوة ما شاء الله عليك. الله يسلمك. كم من سنة كم خدم في الجوازات؟ والله أراوند تقريبا 28 سنة. مرزوق سبران أراوند يعني تركبت شو هيك الاسم؟ لا قصدي الاسم يعني مرزوق سبران أراوند ما يستوي بارك الله فيك. 28 تقريبا. تقريبا 28 تبارك الله يحفظك. مشكور فرحت بشوفك. جزاك الله خير. سير العمرة يا ابو محمد. نعم انا باكر ان شاء الله. الله يسر امورك ان شاء الله. الحمد لله واحد لحد. الحمد لله على شوفك انك بخير وسهالة. انا فرح يوم اشوف حد من صدقائنا الابويين وانا والله هذه بخير يظهر الماء يوم يدش. قول ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن تختبن عين عليك بارك دش اللي طال عمرك. حق منو تبعت الرسالة هذه؟ علي بن غانم بن حمودة. هي الظاهري. ايه الظاهري نعم. وانت عياس تسجل له هذا على اساس انك تخبره اللي جيتك حتى هو ما طاع يجلب. ما يجلب هو. هذا جلب. جلب عين. ايش هذا انت اللي ظاهري تلهونك؟ ايه ما زين تبارك الرحمن. نعم بس انت ماذا ما اقول لك قول لي ربس انت قول جاسم بن سالم ما يعرفني. هي جاسم بن سالم. نعم. هي ما شاء الله عليك. ويسال عمرها؟ سال عمرها نعم. الله يتقبل ان شاء الله. الله يتقبل منا ومن كل صاحب الاعمال ويحافظك يبارك فيك ويطرح فيك البركه. مرحبا والله. ان شاء الله الطياره منزوره لين عينها كلها معتمرين. والله سخر السنه طيران الاتحاد للمسلمين اللي في العين العين ما حش حوشة في العشر الاواخر ابوي بترومون تسيرون ان شاء الله اذا الله راد العمره تعتمرون في العشر الاواخر من مطار العين الدولي ان شاء الله. الكل السكان العين كل سكان مدينة العين الجميلة بإمكانهم يسيرون العمرة يومية الرحلات من مطار العين الدولي إلى مطار جدة الدولي يوميا شيء رحلة بالعشر الأواخر عدة رحلات بعد بالتوفيق. شكرا طيران الاتحاد على ما تقدمونه لخدمة المجتمع. دكتور محمد يليبي كيف حالك؟ قبل الله طاعتكم إن شاء الله حبكم يسر الموقف وسهل عليكم يا رب العالمين حبكم أبله في صورة وفيديو ويا المعتمرين يا الله يحفظك وعمرك الرجال من أبو الله عليك ولد خالته ما شاء الله عليك ما شاء الله في الشبه مستقبلين الله يطول عمرك الله يحفظكم عمرك المقبول تقبل الله طاعتكم إن شاء الله. الله ييسر أموركم ألف لا بأس عليكم. إبراهيم مهندس منهل كيف حالك؟ الحمد لله على السلامة. يا مرحبا اخيرا وصلنا جدة. الحمد لله عليك. هذه يقولون عنها جدة ارض الرخاء والشدة هذه البلاد اليوم. شوف الخدمات شفت كل شيء تمام الحمد لله. شفت يعني لو متوظفين مليار شخص استحال يقدرون يؤدون خدمات للكم الهاي اللي يجيهم هذا سبحان الله على الله يعني. نعم ان يعني السعودية لو تحط مليار آدمي يخدم الضيوف ليونهم ضيوف الرحمن ما اتوقع انهم يقدرون يعني شيء ضغط هائل سبحان الله
لكن ما شاء الله تبارك الرحمن السعودية المملكة قد وكفو من استوت الدنيا وهي قد وكفو، وإن شاء الله لين تقوم ناقة صالح وهي قدها وقدود. الله يحفظها من دار، يحفظ حكامها وحفظ القائمين على أمنها وأمانها بلاد المسلمين أجمعين. طبيعي نحن مثل ما تعرفون في ضيافة شركة أكسينا للمطابخ الألمانية اللي جيناهم قبل سنة في دوزلدورف في ألمانيا، والحين إن شاء الله المعرض راح يكون في معرض جدة اليوم مع مجموعة من رواد التواصل الاجتماعي، منهم أبو داود أو على في القمة قمة الهرم الله يحفظه أبو داود سليمان القصار ونهى نبيل وبيبي عبد المحسن والأخ الفاضل المرموق المميز هشام الهويش، ومكلمكم من دولة الإمارات خالد أحمد عبد الله الخالدي، والأخ العزيز مهندس الابن البار مهندس إبراهيم مهندس منهل الله يسلمك. نعم، ونحن حينينا شلتنا السيارة بمشتلين ويا الرجال. الرجال سلام عليك. كل سنة وانت طيب. الله يحافظك ويبارك فيك. شو اسمه فندقنا نحن اللي سارين له؟ لسه ما صار الحين ما تعرفه؟ يا عثرتنا. الفندق اللي بنسكن فيه اسمها موفنبيك. موفنبيك جدة. زين؟ هو بعيد؟ هو في اثنين موفنبيك بس بتأكد هي موفنبيك. بعد كذا واحد هم موفنبيك؟ ثلاثة. والله عثرتنا. هلا هلا فينا ابوي. المراد انحضر ابوي مايوب الجماعة لين الساعة واحدة اثنتين 12 العلم عند الله. يوم بيعدينا ابوي خلاف ان اجرنا سيارة جمس من هالجمسيات المبروكات اللي ابوي زاغ الريح وي ها ولعنه مكة ولعنهم خاطي بيت الله. بنعتمر وان شاء الله ان بنصلي الفجر وبنرد يال بنريح لنا ساعة ساعتين والساعة واحدة ان شاء الله ان نحن في مطار جدة، وفطورنا اذا الله جعلنا من الحيين بيكون في عاصمة الحبيب ابو ظبي. بو ظبي بو ظبي دار الظبي ولا عنها صبر يا رب. طلع موفنبيك اللي في منطقة التحلية اللي في التحلية، موفنبيك اللي في التحلية، وان شاء الله بنمسي مسانا. ويوم بعدين الساعة 9 عقب التراويح موعدنا في معرض أكسينا للمطابخ اللي في جدة، معرضهم الرئيسي العود، وهناك بيكون سليمان أبو داود بيطبخ أبوي في المطابخ روح مالك سينا، وبيكون أبوي تغطية علني عن الأكل والعلم والخبر، وبنشوف شو جديد مطابخ أكسينا وشو العروض اللي عندهم وشو التخفيضات ولمدة كم وكم بالمية. أنا كل بنوافيكم أنا أول مرة إن شاء الله، ومن الحين إلى هاك الوقت أن يترمس وأن يحديث وأن يعلم ولا خبر بنوافيكم بكل ما هو جديد. شكرا جزيلا، أسعد عليكم. ممر هذا الممر اللي يؤدي إلى غرفة في الدور الأرضي، ألوانه جميلة، وهذا سكني هنا مرة على الحوض أطول. أول ما تدخل هيك أسكم الحمام شي ظري هذا هاي حجيرتي. وإبراهيم عطوه في الدور الثالث وأنا في الدور الأرضي. ما أدري كم يقولوا سكوير، ما وايد عتها قوم سكوير، قال ما أدري كم سكوير كم متر. مطلع على وين ترى سليم القصار عدالي، ما أدري في حجرته لكن عدالي قالوا لي. قوم بيبي وهاي كلها هني تحت، جميل وفنان ورقم واحد. وبس الحين بيجون يشلون شنطة منهل بيودونها حجرة فوق. ياسين سووا لها ما ادري شو قالوا خمس دقايق بتنسب الغرفة. وبنريح بنعيم الله خير وبنيلس ان شاء الله. بنيلس شي ساعة ساعتين بنفطر. فطورنا بيكون الحين عندهم الساعة 4 5 6 7 الفطور باجت له 3 ساعات. ومن عقب ما نفطر بنتيامع بنريح وعندك هدونك بنصلي تراويح
شلنا المواتر جدا المعرض اكسينا ان شاء الله وخلاص انا بس اني ترى مسوي لي يعني موضوع ولا علم ولا خبر واصل بتحيدوني يلا بسد لينا لا تجي حد يلا انا بعد احتاج مواد بخور سويدة مدخل ديك اسود كامل ويا حبذا ما يأذن يكون كافر ولون اظافر مالك اصطناعي وبشرط ما يشرب ماي الا ماي كنديشة ودهن ضوابه مال خالد الخالدي طم طريقة خالد الخالدي في الفقاع احنا نقول لها القيميات هذا أبوي سليمان هذا سليمان القصار مثل ما تشوفونه بدمه ولحمه وشحمه وطوله وعرضه ترى اليوم تشوفون يطيح علي يمبي وهو راقد ما شقايل ترى أبوي ها كله تمثيل الرجال أبوي يدفع في صدر محمل بخير وسهالة هي تبارك الرحمن رقم واحد ولا عليه باس تبارك الرحمن يعلى الله يحفظك إن شاء الله اليوم بتشوفون أبوي بث مباشر من مدينة جدة مدينة الأرض الرخاء والشدة إن شاء الله بنكون في ضيافة مطابخ أكسينة وبتشوفون إن شاء الله مجموعة كبيرة من رواد التواصل الاجتماعي وعلى رأس الهرم تبارك الرحمن أبو داود الله يحفظه لا خلينا منه يعلى الله يبارك فيك إن شاء الله إن شاء الله وحين بنزلكم بعد حساب أبو داود عسى بس تتأكدون روحكم من لسانه وطريقة شرحه روحه الشيقة روحه شرحه يبوكم يبيع ويشتري بأربعين آدم شراتي من مصنعهم أبوي في ديزلدورف إلى شوروم مالهم اللي في اللي في مدينة جدة وهذاك سليمان أول الحاضرين ما شاء الله عليه وانت ريا الجماعة دحين يوصلون بيدخل اليوتيوب وبيدخل وبيشوف زيارتي لديزلدورف الألمانية يينا يلسنا ما يقارب 5 أيام زرنا أكبر مصنع في العالم والشركة أكسينا وحدة من أكبر 5 شركات عالمية توجد على مستوى الكرة الأرضية من حيث الجودة والهيفي ديوتي والموديلات وقوة التصنيع وكثرة التصنيع وقوة الانتشار خبرتهم تزيد عن 40 سنة عن 40 سنة خبرتهم تزيد ماركة أكسينا ماركة عالمية بين وهي عبارة من وحدة من أحسن 5 شركات على مستوى العالم لا يقل عن 3000 مطبخ إنتاج شركة أكسينا يوميا في المصنع إذا أنتم علشان تتخيلون كمية التصنيع اللي ينتجه مصنع أكسينا اللي في ديزلدورف المصنع حجمه شفتوا يوم يقول لك شفتوا مدينة زايد الرياضية اضربها باثنين مدينة زايد الرياضية اضربها باثنين هذا حجم المصنع شيء مهول اظني 2 كيلو في 2 كيلو مساحة سقف واحد هذا سقف ناهيك عن الشوروم روحه ما أدري كم 500 متر في 500 متر صورنا يلسنا من الصبح لين المساء ما قصينا الربع نحن واللي كانوا ويانا يعني وهذا كله موجود وموثق في على اليوتيوب مخهم كلها ما في شيء بهبه ولا شيء العادي لا كله هيفي ديوتي يعني لك وللزمن مش لل يعني استعمال 2 أو 3 وتقول هذا يعني بنصير بنبدله ولا بنصير بنغيره لا أنا شفت مطابخ على ما تشوفون من كم من يوم أنا صورت لكم مطبخي اللي في بيتي في مدينة محمد بن زايد شيء لا أنا ما كنت أتوقع يوم من أيام الله أني بلقط مطبخ بهالجودة
يعني هالجودة الأول نحن نعرف إن المطابخ الستانلس ستيل والحديد ولا لا 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 هاي الين هن القويات، لا طلع المطابخ اللي ينهنمونه أقوى عن هايلاك بلك وستمية مرة من حيث الجودة والنظافة ومتانة وصلابة التصنيع والجودة، الجودة في الماتيريال ماله، نوعية الشيء المصنع منه المطبخ روحه. اي والله من دوزلدورف لين الرياض لين حين جدة وكل ابوي في ضيافة اكسينا. وهذا ابو داود الله يحفظه ما شاء الله مجاب الجذور يعني الله يعافيه ويعفو عنه. اي نعم لا بشيركم بيطير ورا باكر سايل امريكا والله يا ابوكم غادي يطير على سعفه الله يحفظه. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. وهاي البنت الفنانة الشطورة والله مليون مرحبا مليون مرحبا 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 الله يحلى ايامك يا فرحت ان شاء الله. بيبي عبد المحسن اسمي ما غلط ليه سماك هالاسم الغاوي، كيف عرفوا انك بتغنين بيبية انتي بيبية وفنان وكيوت على الله يحفظك تبارك ابركه من ساعه اشوفك يا بيبي الله يحفظك. وين الفقع ابو داود؟ لا موجود حطيناه عشان يفتح لنا الثلج. ايوه ولا حد ابوي يقول بعد غفاز ابو غفاز لا ابو داود يداني الغفاز ابدا ولا ناداني الغفاز ولا حتى حد يداني الغفاز هلا غفاز يوم حبه يجيب لكم من الاكل هذا لا حد ياكله الحين لو يقبل لو يزق الغفاز بيديه ما حد كلمي. اي والله عيبك الا كل يوم حد يطبخ ولابس قفاز؟ هذا القفاز حقك يعني علشان قدام التصوير بس بالصدق لا ما بي. اللي هم التلفزيون مسابقات ومسابقات هذا يخليك تنظر ايش يصير الناس اشتاقوا للشارع. اي صح اشتاقوا له طريقته وايد حلوه يجيبون الشيء الفلاني وانت بعد تنظر يجيبونه 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 بعدين فيها خساره ويجيبوا 200 هذا ما عليك يجيبون عشان لهويش لازم نطلع الماضي والله مليون مرحبا اخوي ان شاء الله عمرك الله يحفظك هني وصل ثانك يو ثانك يو ثانك يو رفيق تكسين الداعي التصنيع والتجميع كله في المانيا التصنيع والتجميع كله في المانيا في دوزلدورف تحيدون وين صرنا هاك اليوم يا غير ابوي الضمان 10 سنوات يعني لك وللزمن يبلى البنادم بكبره ومطبخه ما يبلى ايش رايك انت يا رجال الله احسن من اللي هم يقولونه انا مطبخي منهم مطبخه منهم بعد انت والله مسوي لك خصم ولا اكيد سكروا كلك كلنا ابوي كلنا سوولنا الحمد لله جزاهم الله خير ما قصروا ما عليك ريمه متشرط يا ابو المشكلة عاد سوولي انا كنت سويت المطبخ العود سوولي خلاف المطبخ الصغير لك ما بصغير اربع بر والله افا يا حظك يا ابو داود يا رك الله لا عصمت يمناك لا عصمت يمناك ولا عد مناك يا ابو داود عمرك يا عمرك ابو خلود والله مليون وليس الدم طبعا لي اقدم لكم حبيب قلبي ملك الطبخ والنفس اسلم على القصر الى مشكور يا ابو داود مشكور اهلين 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 وسهلين من عقب الله يرحبك على فضله والله مليون مرحبا مرحبا بسيده
السناب كله مليون ولا يسدن. نوها وين انتي؟ ولهنا عليك. عندنا بك ابوي في ديزلدورف. ما زين والله مليون مرحبا. ابوي بداود عطها ابوي قرقعان. الدسم تروعة على الريل. كل سنة لحركة جديدة أبو داود. كل سنة